إن صلاح الأمة متوقف على صلاح بعض رموزها وقياداتها، ومن أبرز ذلك الفقهاء والأمراء. آية الله الشيخ حسين الراضي رجل في زمن قل فيه الرجال الذين يمتلكون الرؤية الواضحة والشجاعة لقول كلمة الحق بوجه سلطة جائرة. وهل هناك زمرة أكثر بطشاً وجوراً من عائلة آل سعود التي لا تتورع عن قتل النفس المحترمة وخنق كل صوت يعلو مطالباً بالحقوق أو فاضحاً لممارساتها ومستنكراً لجرائمها؟ وهو ما فعله الفقيه والمحقق الشيخ الراضي الذي ندد بإعدام آية الله الشيخ نمر النمر، واصفاً إياه بشيخ الشهداء، ومعلناً إدانته لسياسات آل سعود الداخلية والخارجية، ورافضاً وصف حزب الله بالإرهاب. إنني وبكل صراحة أعلنها صرختاً مدوية، إذا كانت جريمة حزب الله قتاله للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين وقتاله للتكفيريين الداعشيين، فأنا مع حزب الله في هذه الجريمة التي لا أتوب عنها أبداً. شجاعة لم يطقها الجبناء والعبيد من آل سعود الذين باعوا أنفسهم لأسيادهم الصهاينة، فسارعوا لاعتقاله منذ أكثر من عام بتهمة الخروج على طاعة أولي الأمر الفاقدين للشرعية، اعتقال وصفه مغردون بأنه منطق الطغاة، وبأن منطق غيرهم هو زئير الكلم، واصفين الشيخ بالأسد الذي يحتجز خلف أسوار الطغاة. أي أيها الإنسان المسلم، خلقك الله حرا، لماذا تكونن عبد غيرك؟ فأنت عبد لله سبحانه فقط. كلمات الوفاء للشيخ صدرت تقديرا لمواقفه وشجاعته في كسر حاجز الخوف الذي وضعه آل سعود لإرهاب المواطنين. ولو أقدمت عائلة آل سعود على ارتكاب أي حماقة بحقه بعد تأجيل محاكمته، فإن النهج الذي سار عليه الشيخ ومن قبله نمر النمر سيترسخ يوما بعد آخر، وأما الدماء الطاهرة التي يسفكها آل سعود فستغرق عرشهم الذي يسبح اليوم في بحر من الدماء المسفوكة في السعودية وخارجها.